أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتتئاً من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال أستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجديه هداية لسلوك السبل الوادحة الجنية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناذما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.